يا هلا ومساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين وين ما كنتوا في حلقة وليلة جديدة من برنامجكم مع السيف. طبعا بالبداية شكرا لمايسترو طارق ومساء الخير عليك هيا. مساء الخير نورة. حابين في البداية بداية برنامجنا نشكر الجهات والوزارات اللي وايد قاعد تبذل جهود مكثفة في حمايتنا وفي رصد ومتابعة الحالات، هذا بخصوص وزارة الصحة والمستجدات اللي قاعد تصير وقاعد تفيدنا فيها. وحابة أخص بالذكر بعد وزارة الداخلية نورة وأفراد وزارة الداخلية. نعم. خصوصا اليوم أنا بالنسبة لي اليوم أول مرة أطلع في وقت حظر التجول بتصريح أكيد، وأنا جاية يمكن اليوم من الناس شافوا إن في عاصفة كانت في كان عاصفة ترابية وتقلبات في الجو والمطر. تخيلوا شبابنا واقفين في نقاط التفتيش في هل في الشارع يعني بس علشان حمايتنا وأمننا وسلامتنا في هالجو، انت ايش رايك؟ وهذا طبعا مو غريب عليهم التفاني في العمل. اكيد الشباب الكويتي في الازمات يبين ان تقدر انك تحطه على يمناك، بناتنا وشبابنا هي في هالازمه وفي الازمات الثانيه تلاقينهم في الصفوف الاولى. كل شكر لجميع القائمين في الصفوف الاولى من وزاره الداخليه، وزاره الصحه، المطافي، الاسعاف، البلديه وجميع القائمين من وزاره الدوله وايضا واكيد المتطوعين. فاليوم أيضا أنا لاحظت وجودهم في الشوارع في ظل هذه الظروف والأجواء الجوية الغير مستقرة احنا نقدر نقول، وخصوصا أن بعد في أخبار جميلة اليوم أكيد راح نشوفها معاكم من خلال أخبارنا اليومية اللي دائما نطلعها لكم في ملخص الأحداث. ملخص الأحداث جاهز؟ راح نشوف معاكم ملخص الأحداث. ملخص أهم الأحداث التي شهدتها دولة الكويت في الساعات الماضية فيما يتعلق بالحملة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا كوفيد-19. تسجيل 55 إصابة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات إلى 910 إصابات. وزارة الصحة تعلن عن شفاء 111 حالة، كما أعلنت عن فتح باب التطوع للأطباء والهيئة التمريضية من القطاع الأهلي لمواجهة فيروس كورونا. وزير الشؤون الاجتماعية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل تعلن عن توزيع سلال غذائية على سكان منطقتي جنوب جليب الشيوخ والمهبولة المعزولتين احترازياً. بلدية الكويت تعلن التصدي لنزوح العزاب لمناطق السكن الخاص وإجراءات قانونية بحق المخالفين. وزارة الداخلية أعلنت عن ضبط قائد حافلة حاول تهريب 100 عامل من منطقة جليب الشيوخ، كما أعلنت عن بدء استقبال مخالفي قانون الإقامة من الجنسية البنغلاديشية اعتباراً من يوم السبت الموافق 11 من إبريل 2020 حتى 15 من إبريل 2020 بدلاً من الجنسية الهندية. كما عدلت لائحة المرور لتصبح صلاحية رخصة القيادة 15 عاماً للمواطن وثلاث سنوات للمقيم. أكيد أهم ما في هذا التقرير لاحظتي نورة أن عدد الحالات اللي مسجلة اليوم قليل بالنسبة حق اليومين اللي فاتوا. أكيد هي يمكن إحنا أمس كانوا عدد الحالات 111 حالة، بما أن اليوم في عندنا تقريبا 55 حالة وهذا تراجع أكيد، ولما يدل هي يدل أن الناس قاعدة تلتزم بعدم المخالطة واستقرارهم في بيوتهم والتزامهم بحظر التجول. لكن هي اليوم أيضا عندنا مشكلة ثانية وشغلة الشارع الكويتي ألا وهي سكن العزاب، ناس وايد متأزمة من هالموضوع وبدأت تنتشر واتسابات ورسائل بأرقام الإبلاغ عن تجمعات سكن العزاب. أكيد كاميرا عسيف وزميلة منى كانت لها جولة في سكن العزاب، تابع معنا. ظاهرة سكن العزاب ما هي وليدة اللحظة، هالمساكن لها أكثر من 20 سنة يسكنها العزاب. من المسؤول؟ السلام عليكم. يعطيك العافية. لا تخاف. طب بعدين في ازاي في سكن عزابية؟ عزابية
بروحك مو معك أهلك أو؟ لا ما معيش أهلي، شباب بس. سمعت عن حملة سكن العزاب؟ لا. ما سمعت عنها؟ لا. سكن العزاب الحين الكويت قاعد تسوي حملة علشان يطلعون العزابية من البيوت. فأنتوا شنو ناويين تسوون؟ ربنا موجود، هتعمل ايه طيب؟ طب الناس هتروح فين طيب بعد كده؟ الناس هتروح فين؟ ده سكننا الأساسي من ساعة ما جينا احنا الكويت. مش كده صار لك ساكن هنا هذا المكان؟ يعني ممكن تلاقي 8 سنين. احنا جايين مع بعض، والله احنا من ساعة ما جينا واحنا ساكنين هنا. وين يودونا يعني؟ وين نروح؟ قاعدين هنا. مطرح ما هم عاوزين نروح، نروح عاد، مفيش مشكلة. اليوم سكن موجود حضرتك في سكن عزابية. عزابة. في خيطان. ساكن في هذه غرفتك. هذه غرفة. منو معك في الغرفة؟ معايا أخوي وابن عمي. كم سنة صار لك ساكن في هذا السكن مال عزابية؟ يعني 10 شهور ساكن أنا هنا. 10 شهور صار لك ساكن في هذا السكن مال عزابية. منو معك في الغرفة؟ هذا والدي وعمي. سمعت عن حملة بلدية الكويت اللي هي حتكون ضد سكن العزاب؟ والله ده حياة بتاعت ربنا عاد، احنا ما بيدنا حاجة، يعني كل اللي يجيب ربنا كويس. صار لك كم سنة ساكن في هذا السكن؟ 12 سنة. هذا غرفتك، هذا مكانك، سكن عزابية. سكن عزابة. ما ليش ما فكرتوا تغيرون المكان؟ ما تحسون ما في تهوية؟ والله احنا مرتاحين، الشباك مفتوح، الباب مفتوح، والهواء فوق جاي، يعني الحمد لله. لا الكهرباء لسه، نحن بخش علينا موسم الصيف يمكن اخر 4، فبتطلع عشان الكابل على موزع على 4 حواش، كابل ضعيف ما بيقومش الا المكيفات يعني، فبيضطر يقطع. فانتوا اساسا في السكن قاعدين بدون كهرباء؟ لا نحن حاليا موجود الكهرباء عشان الجو لسه ما فيش حراره يعني شدت في الارض يعني. فموجود الكهرباء الحمد لله، والماء موجود. هذا رقم اللي حاطينه بلدية الكويت حق الحد من ظاهرة العزاب، مع ملاحظة ان الرقم ارضي وحاطين ان الاتصال واتساب. لا يرد، يرجى الاتصال في وقت لاحق. شكر جزيل لزملائنا اللي ارصدوا هذا التقرير بشكل مفصل، وطبعا هذا بحد ذاته نستشف منه انها عندنا أزمة ثانية اللي هي أزمة سكن العزاب، يعني زيادة عن الأزمة اللي احنا عايشين فيها. وصراحة يعني هذا شيء يأكد ان احنا بحاجة لمدن عمالية اكثر عشان يكون في تنظيم اكثر. مو كذي يا نورة؟ اكيد. وبالنهاية يعني احنا نقدر هم ان احنا ما نلومهم، هي لان هم تعودوا على هذا السكن مثل ما شفنا صار لهم سنين، ولكن لابد من التنظيم وزيادة عدد هذه المدن. يمكن هذا سبب العمالية. احد اسباب عدم الالتزام، يمكن نلتمس لهم العذر. نعم. ان يعني طريقة السكن نفسها ما تساعد أن الواحد يقدر يلتزم في الحجر ومنع التجول أو أنه يلتزم فيه. بس في شغلة اليوم جديدة يعني يمكن وايد ناس ما انتبهوا لها، اللي هي أن الفيروس ممكن أنه هو ينتقل عن طريق الفلوس. نورة، يعني تداول الفلوس ممكن أن هي تكون سبب أساسي لانتقال مثل هذا الفيروس. نعم، تقارير وايد انتشرت خصوصا ببعض الأكاونتات الإخبارية عن خطر انتقال هذا الفيروس عن طريق ملامسة الأوراق النقدية. يعني الناس صارت حتى تخاف أنها تروح تسحب كاش من البنك، وأنا واحدة منهم. أكيد الدكتور عبدالله الفضلي طلع لنا بتقرير جميل جدا بخصوص هذا الموضوع، تابعوا معه. يرى أطباء الصحة الوقائية أن النقود ناقل خطير للجراثيم والفيروسات، ومنها فيروس كورونا المستجد. وربما أكثر من يتعامل مع الأوراق النقدية والعملات هي محلات الصيرفة التي يقع عليها دور كبير في احتواء الفيروس. كاميرا عسيف زارت محلات الصيرفة ورصدت إجراءاتها الاحترازية. يعني طبعا الجلافز أهم شيء، لأن الفلوس تمسك في اليد،
وبعدين عندنا مكاين العد الآلية، وعندنا نعقم يعني نرش عليها يعني في لحظة مع العد نحاول نرش عليها معقم اللي هو الكحول، حط الدولار أرش عليه كنوع من الاحتياط، هذا نوع من الكحول على أساس أنه تكون شبه معقم. يعني قبل ما نستلم الفلوس من الزبون لازم الواحد يعقم إيده، وبعد ما يستلمها يعقم إيده، ونخلي الزبون كمان يعقم إيده قبل ما يمشي. يعني كل زبون أو كل زبونين غير الزبون يكون يرميون. معدل كم تغير؟ يعني معدل ممكن أكثر شيء ثلاث مرات أستلم فلوس، ثلاث مرات أغير تعقم الفلوس. يعني في فلوس مثلا كثير ما أقدر أعقمها. ندخل زبون المحل واحد بس، ولازم يكون لابس كمام، ولما يدخل لازم يعقم إيديه، ولازم لو في زبون وراء لازم يحافظ على مسافة المتر، ولو برا في اثنين زبائن مثلا واقفين لازم مسافة متر بينهم. والتعامل من العملات يعني كيف تتم تعقيمها؟ احنا بنلبس جلافز، والزبون غالبا برضه جاي لابس جلافز. على طول بعقم القزازة والجوانتي والكمامة طبعا. فلوس تعقموها؟ لا الفلوس لا صراحة، الفلوس يعني مش بعقمها لان ما عنديش عاقمها ازاي مش عارف صراحة. إذا هو بيقعد على القزاز تقريبا 12 ساعة، فالعملات الورقية ممكن يقعد عليه أكثر من كذا. قبل شوي بدلت فلوس حق زبون وما كان لابس جلافز. ما هو يعني احنا بقدر الإمكان ما أقدرش أقول للزبون ما تلبسش، يعني البس جوانت عشان تدي الفلوس، فأنا بلبس بعمل احتياطاتي أنا. طبعا نورة شيء شبه مستحيل ان الواحد يعقم الفلوس ولا يعقم الجلوفز اللي بيده ولا يعقم ماكينة العد، يعني شلون الطريقة شنو الحل؟ مو حل. انا اتوقع يعني من وجهة نظري ان الواحد يلتزم بالاشياء الاحترازية مثل ما قالوا التعقيم الجلوفز، لكن ايضا انا هم يعني وايد سمعت من متخصصين ان الجلوفز ايضا لازم تبدلينه كل شوي، لانه ممكن ان الفيروس يكون فيه وممكن ينقل هذا الفيروس من شخص لشخص عن طريق الجلوفز. بس الحين احنا راح ننتقل يمكن من تقرير الفلوس للمناطق المحظورة او احد المناطق المحظورة، هي منطقة الجليب اليوم الرابع على الحظر الكلي لهذه المنطقة. نبي نشوف من خلال التقرير شلون سير الحياة داخل هذه المنطقة، تابعوا معنا. تطور واضح وملحوظ في تنظيم منطقة جليب الشيوخ اللي كنا صراحة الفترة اللي طافت نعاني منها، وكان في بلبلة وايد على هالموضوع هذا. صح. نشوف ان الشيء صار اكثر ترتيب اكثر تنظيم. نعم. اكثر التزام. وان شاء الله نتمنى الايام الجاية هذه على الاقل اول 10 ايام هذه الصعبة انه يكون في التزام اكثر وانه يكون في تنظيم اكثر. إن شاء الله أكيد نتمنى الالتزام لهذه المناطق المحظورة منطقة الجليب. ما شاء الله إحنا قاعد نشوف من خلال تقرير فعلا مثل ما تفضلتي هي في استقرار في هدوء بالمنطقة والالتزام. لكن ناخذكم من الجليب إلى الجمعيات التعاونية، أيضا أنا قاعدة أشوف الجمعيات التعاونية صار فيها تنظيم، صار فيها أيادي كويتية شباب متطوعين قاعد يقدمون خدمات للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة. راح يكون عندنا اتصال جاهز الاتصال جاهز، راح يكون مع رئيس لجنة المشتريات في جمعية الشعب التعاونية الأستاذ فاضل المتروك. مساء الخير. يا هلا وسهلا، كيف الحال؟ يا هلا ومرحبا فيك وحياك الله. نبي أول شيء نطمن السادة المشاهدين عن توافر السلع أو السلع الغذائية داخل الجمعيات التعاونية. بكل أمانة الجمعيات بالنسبة للمخزون الاستراتيجي شيء يفوق عندنا ما يقارب سنه لمقارب سنه قدام البضاعه، يعني المخازن متروسه كلها مليانه المخازن الحمد لله.
استاذ فاضل، شلون عن خدمات التوصيل اللي الحين استجدت؟ يعني هل خففت وايد معاكم الازدحام اللي كان على الجمعيات؟ والله الاونلاين شغال، بس يعني اغلب الناس قاعد تخزن، يعني موجوده وقتي، بس اللي الصبح يرد يطلب بالليل طلباتهم. نعم ما يعني نعم. الله يعطيكم العافية وقواكم الله. شكرا على هذه الجهود الطيبة منكم ومن الشباب الكويتي أيضا المتواجد داخل جمعيات دولة الكويت. طبعا راح ننتقل من الجمعيات أيضا لبعض المحلات التجارية، نشوف هذا التقرير ونرجع لكم. هل تم تخفيف الأجارات عليكم؟ لسه ما فيش حد يتكلم على الإجارات، الإجارات زي ما هي يعني. طيب وهل أنتوا خففتوا موظفين؟ يعني العدد هو كان شفتين، ففي شفت بس هو اللي بيداوم اللي هو شفت الصبح. الوضع صعب، ولكن مثل ما ذكرنا ومثل ما أكدنا أزمة ولح تعدي، لازم نآمن أكتر، والإنسانية مش لازم منحرم منها. لا شك أن هذه المشكلة طالت الكثير من المشاريع الصغيرة، خصوصا قطاع المطاعم. نورة أنت شنو شايفة؟ أنا قاعدة أشوف أن مساكين، يعني الاقتصاد عالميا هي يمكن نزل وطاح، وناس وايد أيضا تضررت، لكن بإذن الله مثل ما قالت زميلتنا أسماء إن شاء الله أزمة وتعدي. لكن راح نروح معكم للندن ونطمن على عيالنا هناك وعلى زميلنا الإعلامي الراغي عبد المحسن البرقاوي من لندن. الله يعطيك العافية. يا هلا مرحبا، حياكم الله. يا هلا ومرحبا فيك، معك زميلتك نورة الحميضان، ونبي نطمن عنك في بريطانيا، شلون أحوالك؟ أنا أحوالي من أحوال العالقين جميعا، يعني أنا أشكر الله أغمى. أستاذنا بس أنت طبعا إعلامي، أستاذنا في الإعلام وكان لك باع طويل، وأكيد أن أنت يعني الحين ما قصرت في عن طريق الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، أنك أنت توصل رسائل هادفة تخدم هذه الأزمة والظروف اللي هي قاعدة تصير. فشكرا لك وعلى مجهودك في هالموضوع، وحابين احنا نقدم لك منصة الATV على أساس أنك أنت تسترسل الحين وتتكلم عن هالظروف وشنو رأيك فيها. شكرا اول شيء لقناه اي تي في، وشكرا لكم اخواتي، ان شاء الله يعطيكم الصحه والعافيه. وابي ابدا من حيث انتهيتوا انتم، انه بدانا ان احنا نقدم رسائل على ارض الواقع وننقل الاحداث اول باول وشنو اللي قاعد يحصل. هذه البدايه اللي انا حاب ان انا اقدم فيها رساله الى المجتمع الكويتي والمجتمع العالمي اجمع. هل علمتم الان مدى
نجوم السوشيال ميديا اللي كنتم تتابعونهم على مدى 3-4 سنوات شو اللي قدموا لكم؟ لو كنتم تستغلون أوقاتكم في السابق وتتابعون ما يقدم البرامج الهادفة من متابعة لأصحاب الهدف الراقي والأدباء والمختصين والأطباء وأصحاب الاختصاص في كل مجال، لو كنتم تتابعون ما ما حصل لنا مثل هذه الثقافة المتدنية في التعامل مع الواقع للأسف الشديد. نعم عبد المحسن البرقاوي زميلنا الراقي، شكرا لك، شكرا لهذه الكلمة، ووضعت النقاط على الحروف وأثبت كل شخص مقيم على هذه الأرض مدى حبه لوطنه وشون اللي ممكن يقدمه لأبنائه ولكافة الموجودين على هذه الأرض الطيبة. طبعا راح ننتقل من هذا الاتصال إلى الشباب. اليوم احنا في أزمة هيا الشباب قاعدين يحلقون بالبيت، وإذا تتابعين بعض المشاهير يعني قاعد يجيبون العيد بقصاتهم، أخوي حلقة، ولدي حلقة، أنا ذاك يوم يعني حلقة حق ولدي وبجرب براسهم بعد كم يوم الله يعين. اتهجين أن الشباب محتاجين للحلاقين أو مثل احتياجنا احنا للصالونات؟ يعني احنا البنات قاعد ندبر عمرنا، وهم نفس الشيء لازم يدبرون عمرهم، يعني ما راح تحتاج انت هالشيء اكثر من احتياج المرأة باهتمامها بنفسها والعناية في مظهرها، لكن تجنبوا فعلا هذا الشيء. ومن خلال التقرير نبي نوضح لكم اكثر التفاصيل. مصائب قوم عند قوم فوائده، بس هالفايدة مو قانونية لأن فيها تحايل كبير على القانون. سووا بعض الحلاقين من مختلف الجنسيات اللي ما التزموا راحوا وسووا شيء اسمه حلاق ديليفري، اتصل وطرش لوكيشن البيت وأنا أيك. اتصلنا بالحلاقين الديليفري وسمعوا شنو قالوا. عمران اليوم فاضي؟ عندك زباين اليوم نبي حلاق، شلون؟ والله مو فاضي، مشغول خير. وين الحين قاعد تحلق؟ ايه قطار 4. لحية والشعر بكم؟ 3. يا عمران اول اقل قاعد تسوي لنا، الحين زيادة صار؟ كم اسوي اول دينارين؟ وين دينارين داخل محل هذا؟ الحين برا يعني غير، اختلف السعر. ايه داخل بيت هذا. الو. هلا راجو، شلونك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ الحمد لله. راجو ابي اليوم فاضي؟ لا اليوم مو فاضي، انا قلنا كم تحلق الحين؟ شعر ولحيه؟ شعر ولحيه؟ ايه هذا كله اخذ 5 دينار، انا اخذ 4 دينار. اول كم كان؟ اول كان بدينار ونص، تسوي لي دينارين؟ ما هل دينارين. الحين يعني عشان برا اغلى ها؟ ايه هلا والله. شو اخبارك طيب؟ تمام. خالد شلون نبي حلاق اليوم؟ بكرة إن شاء الله. متى؟ ساعة 9:30 شغل. زين خالد لابس غلافز، لابس كمام؟ كله فيه. تعقيم ها؟ إيه. ممنوع هذا الموضوع، وأنا أطالب يعني يأخذون أجر العقوبات بأي حلاق يطلع دليفري. ما أطلب ولا أحد. إيه هذا عندي الموس القديم هذا، عرفت ما النود هذا؟ شكلك تبي تحلق، أنا حاضر ترى بدينارين. مش أحلى. هذه الامراض حق الناس الكويتيين المقيمين، ما يصير يجيهم باش الامراض. احنا كورونا مو ملاحقين بعد الحلاق وبعد. لا الخلل انه في اللي هو بيطلب الحلاق مش الحلاق نفسه. انا محلق، المدام ام صفر ما قصرت، ضبطت لنا الشمع وحلاقه ماكينه وشغلي جاهز الحمد لله. والله انا حاضر بشوفها دينارين وعطهم رقم تليفوني، انا حاضر. بصراحة بعد ما سمعنا عن أسعار الحلاقين وشلون ارتفعت أسعارهم بعد توفير خدمة حلاق ديليفري وشلون استغلوا الناس. يمكن كان تقرير وايد حلو، احنا قاعدين يعني نضحك انا وهيا، وغريب يعني قاعد يرد انا يقول انا فيك، انا كله تعقيم، انا في تعقيم. لا يا جماعه يعني الموضوع مو مستاهل، بعدين شباب امرهم سهل يعني ماكينه وموس وبالبيت وضبط ويعني ضبط امورك وريح بالك. اما انك تدخل شخص ما تدري حق كم شخص رايح قبلك، ما تدري منهم خالط، ما تدري عن اجهزته، وفوق هذا يستغلونك. يعني الحلاقه ام دينارين و4 قاعده تصير ب 20 على حساب صحتك، بالضبط، وعلى حساب صحتك. بيتك وصحتك. ف
خلونا مو نحد، خلونا نقطع هذه الظاهرة يا جماعة. هو بالوضع العادي يعني الحلاق وأدواته خطر، فما بالكم الحين في وضع فيروس ووباء منتشر، يعني أنا أتوقع أنه يعني هذا مو مهم أمام صحتنا. أكيد اليوم يمكن هي عندنا مبادرات وطنية كثيرة وشبابية، أشياء تطوعية جميلة جدا. راح نشوف مطعم حبابة شنو مقدم في هالأزمة من مبادرات جميلة، خلنا نشوف. نحن اليوم متواجدين بمطعم حبابة لمتابعة الحملة الإنسانية اللي عم بيقوموا فيها، وهي توزيع أكثر من 250 وجبة أكل للأسر المحتاجة. التفاصيل بالتقرير. احنا من جمعية رحماء بينهم، اليوم احنا متواجدين في مطعم حبابة. في هذه المرحلة مطعم حبابة جند كل ما هو ما يملكه بالمطعم لهذه المرحلة، نقول مرحلة الوطنية بشعار إذا كنت تحب الكويت خليك في البيت. تضافرت الجهود والتعاون كان معنا في جمعية رحماء بينهم في هذا العمل، توصيل الوجبات للأسر المتعففة المسجلين في جمعية رحماء بينهم، وهم الآن هم الأحوج لأن يعني يأخذون هذه اللمسة نقول عنها في هذه المرحلة المهمة، بطلب إلى الناس الجلوس في المنزل، لكن إحنا إضافة أن إحنا نحاول نوصل لهم سلات غذائية ووجبات. شكرا لمبادرة مطعم حبابة وأصحاب وملاك هذا المشروع على هذه المبادرة الطيبة، وطبعا هذا شيء مو غريب على الشعب الكويتي. أكيد أكيد. والحين من بعد هذه التقارير الجميلة راح نطلع معكم استعراض فقرات حلقة اليوم، بعدها نلتقي مع ضيفنا الأول. في حلقة الليلة من برنامج السيف بتشوفون المهندس محمد صرخو مدير بلدية محافظة الفروانية وعضو لجنة العزاب وعضو لجنة متابعة أوضاع منطقة الجليب، وحوار حول إجراءات البلدية لمنطقة جليب للشيوخ في ظل الحظر الكلي. الدكتور انتصار الهندال استشاري طب عائلة ورئيس وحدة الطب الوقائي في مستشفى الأحمدي، وحوار حول دور الطب الوقائي في أزمة كورونا.